باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لبوات الساعه الحاديه عشر من يوم الاربعاء الكبير من البصخه المقدسه التي لمخلصنا الصالح بركاته علينا امين. من اشعياء النبي بركاته المقدسه فلتكن معنا امين. لاجل هذا هكذا ما يقوله السيد الرب: ها انا ذا وضع حجرا في اساسات صهيون، حجرا ثمينا مختارا في زوايا كريمه في اساساتها، فمن امن بي فلن يخزى، وأضع للحكم رجاء وبرحمتي يكون خلاص على مواضع السكن، ومتوكلون على الكذب يرجون الباطل ويمحون عهدكم مع الموت، ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية، إذا عبر عليكم العاصف يسوقكم وتكونون له للدوس، إذا عبر يذهب بكم لأنه يعبر صباحا فصباحا نهارا وليلا، وسماع خبره فقط يخيف، فالمضطجع يقصر على الممتد عليه والدثار يضيق عن الملتف به. تعلموا أن تسمعوا أيها المتضايقين أننا لا نستطيع أن نحارب ونحن ضعفاء عن التجمهر، وسيقوم كالجبل للمنافقين ويحل في وادي جبعون، يغضب فيعمل عمله العجيب ويفعل فعله الغريب. فالآن لا تكونوا من الساخرين لألا تتشدد قيودكم، لأننا قد سمعنا بالفناء والقضاء الذي يجريه رب الجنود من لدنه على جميع الأرض. انصتوا واسمعوا صوتي، تأملوا وإصغوا لأقوالي. أكل يوم يحرس الحارس ليزرع ويقرب ويمهد أرضه، أليس إذا سوى وجهها؟ حينئذ يبصر الشيونيز أي الحبة السوداء، ويزر الكمونة ويلقي الحنطة في خطوطها والشعير في مكانه، والقطاني أي الجلبانة في حدودها، فتتعلم بحكم إلهك وتفرح. إن الشيونيز لا يدرس بالنورج، ولا تدار بكرة العجلة على الكمونة بالبقاديب ويغبط، والشيونيز والكمونة بالعصا يدق القمح لأنه لا يدرسه إلى الأبد، فيسوق بكرة عجلته وخيله لا يسحقه. هذا أيضا خرج من قبل رب الجنود، عجيب الرأي عظيم الفهم، مجدا للثالوث الأقدس إله. شوي سنينان بشوي سنينان مين الليلو يا خن فران مفيوت نمبشير نمبب نوم ثواب ونوت نوت أمين زكسا بتريك إيو كأجيب نوماتي كانين كأي كيستوسي ونستوني ونون أمين. الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الكبير من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركاته علينا امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر: يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، زنا كففنا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد. كرياليسون سوك تازي بوم نمبي اوهنم بسمو نمبي عمان شاين امين امانويل بن نوتي بن هولو سوك تازي بوم نمبي اوهنم بسمو نمبي عمان شاين امين بشوي سيسوس بخريستوس بسو تيرن عواسوس سوك تازي بوم نمبي اوهنم بسمو نمبي عمان شاين امين Shine, amen.
Shine, 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 shine
من مزامير تراتيل أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا عمين. اشفني يا ربي فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. لا تصرف وجهك عن فتاك اسمعني سريعا فإنني في شدة الليل يا اللهم ترف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. الآن نفسي قد اضطربت فلماذا أقول يا أبت نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. يا أبت مجد ابنك، فجاء صوت من السماء قائلا قد مجدت وسأمجد أيضا. فسامع الجمع الذي كان واقفا فقالوا إنما كان رعد، وآخرون قالوا قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال ليس من أجل هذا الصوت ولكن من أجلكم. الآن قد حضرت دينونة هذا العالم، الآن يلقى رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أكذب إلي الجميع. وإنما قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يموتها. فأجابه الجمع قائلا له قد سمعنا من الناموس أن المسيح يدوم إلى الأبد، فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن البشر؟ من هذا ابن البشر؟ فقال لهم يسوع إن النور يبقى معكم زمانا يسيرا، فسيروا في النور ما دام لكم النور، فسيروا في النور لئلا يدرككم الظلام، لأن الذي يمشي في الظلام لا يدرى إلى أين يتوجه. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتكونوا أبناء النور. والمجد لله دائماً. فين فران انت تريس انوموسيوس افيوت نم بشيري بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طرح الساعه الحاديه عشر من يوم الاربعاء الكبير من البصخه المقدسه التي لمخلصنا الصالح بركاته علينا امين. تاملوا يا اهل المعرفه تدبير الله الكلمه الذي بيده سلطان الموت وحياه كل احد من عنده، لكن لاجل جسد البشريه الذي اخذه منا يظهر القلق والضعف. قال المخلص الان نفسي مضطربه وماذا أقول يا أباتي نجيني من هذه الساعة، لكن لأجل هذه الساعة أتيت. نعم بالحق أتى إلى العالم لكي يتألم من أجل خلاصنا ويصعد من الجحيم الإنسان الأول الذي خلقه ويرد إلى وطنه الأول هو وبنيه كعظيم رحمته. فلنصرخ نحوه بغير تكاسل ونطلب إلهي بغير فتور لكي يجعلنا شركاء معه في مجد ملكوته ويثبتنا إلى النفس الأخير على الإيمان باسمه القدوس المسيح المخلص. جاء وتعلم عنك لكي كلام يخلصنا فنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. بخريستوس بن سوتير أفي أشير هنا خنّي
فم كاف انتف صوتي فقر قناين من كتاب فلشتنا كلينو من طوناتا نايدان افنوديون بيباندوك راتور أنستومين كلينو من طونطا نايلان إفنوتي بن صوتير كي أنستومين كلينو من طونطا نايلان إفنوتي ونايلان أطلبوا لكي يرحمنا الله وترافع علينا واسمعنا ويعيننا أقبل سؤالات وطلبات قدسي منهم بالصلاة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا اطلبوا عن سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الكنيسة وخلاص الله في الشعوب والطمأنينة بكل موضع ويغفر لنا خطايانا اطلبوا عن ابائنا واخوتنا المرضى بكل الامراض في هذا الموضع وكل مكان لكي ينعم لنا الرب الهنا واياهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن ابائنا واخوتنا المسافرين والذين اضمروا السفر بكل مكان ليسهل طرقهم أجمعين إن كانوا في البحار أو الأنهار أو الينابيع أو الطرق المسلوكة أو الذين جعلوا سفرهم بكل نوع لكي يرشدهم الرب إلى هنا ويردهم إلى مساكنهم بسلام ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن أهوية السماء وثمرات الأرض وكل الأشجار والكروم وكل شجرة مثمرة في جميع المسكونة لكي يبارك الرب إلهنا ويكمل بسلام ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا لكي يعطينا الله رحمة ورافة أمام السلاطين الأعزاء ويعطف قلوب المتولين علينا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن أبائنا وأخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبائنا البطاركة وأبائنا المطارنة وأبائنا الأساقفة وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص أخوتنا الشمامسة أبائنا الرهبان أخوتنا العلمانيين عن كل الذين تنيحوا من المسيحيين لكي ينيح الرب إلهنا نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن المهتمين بالصعيد والقرابين والخمر والزيت والبخور والستور وكتب القراءة وكل أواني المذبح لكي يعوضوا من رب إلهنا عن أتعاب في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن موعوظي شعبنا لكي يباركهم الرب ويفتح عيون قلوبهم ويثبتهم على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا صلوا واطلبوا عن هذا المسكن وكل مساكن وديارات الشعوب الأرثوذكسيين في البراري والشيوخ السكان فيها وعن طمأنينة كل العالم معا لكي يحفظنا الرب إلهنا
وإياهم من كل سوء ومن كل شر ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الأساقف الأب البطريرك البابا الأنبا تواضروس الثاني وكذلك شريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مرقس لكي يحفظ الرب لنا حياتهم ويثبتهم على كرسيهما سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن آبائنا المطارنة والأساقف الأرثوذكسيين بكل مكان والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل طغمات الكنيسة لكي يحفظهم المسيح إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين لكي يباركهم الرب إلهنا ويكملهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن تدبير البيعة المقدسة وكل رتب الكهنوت لكي يباركهم الرب إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل نفس لها تعب في الكنيسة المقدسة ومع الشعب الأرثوذكسي لكي يصنع الرب إلهنا معهم رحمتان ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن محب المسيح الرؤساء الذين أمرونا أن نذكرهم بأسمائهم لكي يباركهم الرب إلهنا ويذكرهم بالرحمة ويعطيهم النعمة أمام الرؤساء والسلاطين الأعزاء ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن المساكين والفلاحين والعمال والضعفاء وعن كل نفس متضايقة بكل نوع لكي يتراف علينا الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل المتضايقين الذين في السجون وفي المطابق والذين في النفي أو الذين في السبي أو المربوطين من جهة ربطات الشياطين لكي يعتقهم الرب إلهنا من متاعبهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن كل النفوس المجتمعة معنا اليوم في هذا الموضع يطلبون الرحمة لنفوسهم لكي تدركنا مراحم الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن الذين أوصونا أن نذكرهم كل واحد باسمه لكي يذكرهم الرب إلهنا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويصعدك مقدارها ويفرح واج الأرض بالنيل ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة لشعبه والبهائم ويرفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء والإرهاب ويجعل الهدوء والسلام والطمأنينة في البيعة المقدسة ويرفع شأن المسيحيين في كل مكان وفي كل المسكونة إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. صلوا واطلبوا عن هذه البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح لكي يكملها لنا بسلام ويرينا بهجة قيامته المقدسة
ونحن جميعا سالمين ويغفر لنا خطايانا. افنوتين عينان ثيشون ايرون اري اون عيني من خنتك متقورو كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون Kyrie eleison, Kyrie eleison, Yeah.